مدرسة محمد السادس للتكوين في مهن البناء والأشغال العمومية واحدة من المؤسسات الرائدة في مجال التكوين المهني. أحدث المعهد بعد تسجيل خصاص في تقني الأشغال العمومية، حيث بادر مكتب التكوين المهني وإنعاش شغل بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية إلى إحداث هذا المعهد لسد الخصاص الحاصل. الميدان المهني والعاملين في الميدان الأشغال العمومية طرف في تسيير هذه المدرسة، وبالتالي هما كيفسحوا لنا واحد المجال والوصول إلى سوق شغل بظروف أحسن. جودة التكوين هنا معتمدة بالأساس على الرفع من نسبة الدروس التطبيقية، فلكل شعبة حيز مهم من الأشغال التطبيقية باعتماد آليات حديثة. تنديروا معهم لطيوري وكنطبقوها في البراتيك بوندون هاد لاني كلهم. الدليل على ذلك أن بالنسبة للسنة اللي فاتت كنا درنا لا فورماسيون للكاليف، كانوا بارمي لي ميور بشهاده الاداره بشهاده كل شيء، كانوا بارمي لي ميور. عندنا دي ماتيريال حتى ميم لي سوسيتي ديال لو دومين ما عندهمش، وهذا علاش كيساعدنا حنا في لا فورماسيون. هذاك المتدرب كيتعرف على الماتيريال كيفاش كان واللي كاين اكطويال واللي باقي حتى ما خرج في لو شونتي ناسيونال. هذا سا بيرمين هذاك لو ستاجير لو لوندوما منين غادي يخرج لو شونتي ما كيلقاش اشكاليه ديال الماتيريال، ما كيلقاش ان بلوكاج. اعداد المتدربين هنا تناهز الالف، وشساعه المعهد توفر لهم دروسا مركزه بحيث لا يعاني المعهد من اكتظاظ في الفصول، ما يعطي المتدربين فرصا اوفر للتعلم. بالضبط جي سواجي هاد زعما لا فيليير باسكو جي ديسيدي ابري افوار مون ديبلوم جي ديسيدي دو كومونسي ما كارير بروفيسيونيل. Et dans l'école Mohamed VI, j'ai vu qu'il y a toutes les conditions de professionnels. Dans le cadre de la tâche spéciale, il y a des gens qui ont été très bien. علاوة على التكوين، يوفر المعهد مركزا للتشغيل يمد المتدربين بمعلومات عن المجالات المهنية وكيفية البحث عن وظائف. أي حاجة عندها علاقة بسوق الشغل، بكيفية باغ اكزومبل لا ريداكسيون ديال ان سي في، لا موتيفاسيون، دي سيمولاسيون دونتروتيان نوبوش، هادشي علاش دار هاد الكارير سونتر. انتقلنا إلى شركة بالدار البيضاء في متابعة لأحد خريجي المعهد، بسرعة اندمج في مجال الشغل بفضل التكوين الذي حصل عليه بمدرسة محمد السادس. من لي زافونتاج ديال هاد فورماسيون بان كان عندنا 80% ديال البراتيك و 20% ديال التيوريك، دونك لا بليبار ديال لي ماشين اللي تيدورو في بي تي بي ولا اللي تيخدمو في بي تي بي في المغرب، سواء في المغرب سواء على المستوى العالمي، كانوا متوفرين عندنا في المدرسة. دونك ما كانش غريب علينا هاد الدومين، وحتى الانتيغراسيون وحتى لي سوسيتي ديال البي تي بي اللي خدمونا سواء انا سواء الاصدقاء اللي كانوا معايا في فورماسيون ما لقاوش معنا مشكل. التكوين المهني عبر مدرسة محمد السادس للتكوين في مهن البناء والأشغال العمومية يبرهن على أنه يشكل بديلا للباحثين عن فرص تكوين مؤهلة لسوق الشغل، دعم للكفاءات وخلق لموارد بشرية عالية المستوى.